السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم بحلقة جديدة كونسيرنو الوظيفة العمومية، الناس اللي هما مهتمين بلومبلوا بيبليك. فكاين هناك خبر جديد، الحكومة ترصد 17,000 منصب للتوظيف بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مشروع قانونية المالية لسنة 2022. الناس اللي هما انتريسي بلومبلوا بيبليك، الحكومة ترصد 17,000 منصب للتوظيف بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مشروع قانون المالية 2022. جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022 وخصوصا الفقرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية، حيث تم ذكر أنه في سنة 2022 ستعمل الحكومة على تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 15,000 أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري والاجتماعي برسم سنة 2022، والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، تعزيز العرض المدرسي لاسيما من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 2.3 مليار درهم لهذا الغرض برسم 2022، مما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعية و 43 داخلية. تأهيل البنية التحتية والتجهيزات المدرسية بغلاف مالي قدره 2.56 مليار درهم، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المكلف المفك وقلالي ما تنشوفش مزيان مش معايا النظارة. تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 15,000 أستاذ بالإضافة إلى 2000 إطار المدعم التربوي الإداري والاجتماعي برسم 2022، والذي سيستفيدون من التكوين الأساسي على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، تنفيذ البرنامج الوطني للتربية الدامجة بالنسبة للأطفال ووضعية إعاقة لتسهيل اندماجهم التدريجي في المنظومة التربوية، مواصلة المجهودات المبذولة في إطار الدعم الاجتماعي من أجل محاربة الهدر المدرسي لا سيما من خلال الداخليات والمطاعم المدرسية، وسيتم تخصيص غلاف مالي ما يناهز 1.5 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2022. التعليم العالي، يشكل تطوير نظام التعليم العالي والبحث العلمي إحدى أولويات الحكومة باعتبار دوره الأساسي في تأهيل الشباب ومساعدتهم في الاندماج المهني والاجتماعي وتحسين القدرة التنافسية للمقاولة والاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة في البحث العلمي والابتكار. إضافة تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية 2022، عدد المناصب 26,860 منصب مالي. طيب يعني هذا بالنسبة للناس اللي هما انتريسي بالوظيفة العمومية. فكنا أي وظيفة سواء في العمومي ولا القطاع الخاص غادي ننشرها لكم عبر القناة، وحتى بالنسبة لمواضيع الهجرة، لائحة المناصب المالية في مشروع قانون 2022 الباب الثاني، إحدى المناصب المالية تخيب عدد المناصب المالية، إدارة الدفاع الوطني 10,800، وزارة الداخلية 6,544، وزارة الصحة 5,500، 800 وزارة التعليم العالي، وزارة الاقتصاد 500، المندوبية العامة لإدارة السجون 500، وزارة الأوقاف 400، وزارة التربية الوطنية والتعليم 344، وزارة العدل 250، البلاط الملكي 200، وزارة الفلاحة والصيد البحري 190، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي 100، المحاكم المالية 60، وزارة إدارة التراب الوطني والتعمير 60، رئيس الحكومة 50، وزارة الإدماج الاقتصاد والمقاولات الصغرى وتشغيل الكفاءات 50، المجلس الأعلى للسلطة القضائية 50، أمانة العامة للحكومة 30، مجلس النواب 20، مجلس المستشارين 20، وزارة النقل اللوجستيك 20، المجلس الوطني لحقوق الإنسان 12، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 10، المجموع 26,510. يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 350 منصب ماليا في مختلف الوزارات والمؤسسات وتخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022 لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 700 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعدة، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجانبية العمل.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المهنيون بالأمر للقطاعات الوزارية والمؤسسات التي ينتمون إليها. طيب يا هذا بالنسبة للناس اللي انترسي بالوظيفة العمومية، أي وظيفة جديدة عمومية غادي نلونسيوها لكم في القناة. ما عليكم إلا تدعمونا وديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.